بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخي الحبيب، سؤالي: نحن نعرف إن العباس بن عبد المطلب عم النبي من المنافقين والطلقاء، فلماذا ذكر اسمه في الزيارات؟ ولماذا هو مدفون في البقيع أمام الأئمة صلوات ربي وسلامه عليه؟ وشكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم. أما بالنسبة إلى الشق الأول من سؤالكم، وهو لماذا ذكر العباس بن عبد المطلب في الزيارات، نقول أن هذه الزيارات ليست من المعصومين عليهم السلام، ليست من إنشائهم أو لم ترد من المعصومين، وإنما هذه من إنشاء ونظم العلماء كالشيخ المفيد على سبيل المثال، فهي ليست من المعصومين، وإنما من العلماء هم الذين أنشأوا هذه الزيارات وغيرها من الزيارات. يعني مثلا على سبيل المثال، السيدة زينب لم يرد لنا زيارة منصوصة من المعصومين عليهم السلام، وإنما أحد العلماء قام بنظم هذه الزيارات. والحال بالنسبة أيضا إلى العباس بن عبد المطلب، أدرج اسمه في بعض الزيارات، ربما البعض يقول للتقية من بني العباس أدرجوا هذا الاسم. وأما بالنسبة إلى دفنه في البقيع فهذا أمر متعارف، فهي يعني مقبرة البقيع أو البقيع الغرقد كانت مقبرة المسلمين في المدينة المنورة، وكانوا المسلمين يدفنون موتاهم. الآن هذا الميت هل هو من أهل الصلاح أو من أهل الطلاح، هذا بحث آخر. فمقبرة البقيع اشتملت على الأجساد الطاهرة للمعصومين صلوات الله عليهم، كالإمام الحسن المجتبى والإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله عليهم، وكذلك اشتملت أيضا على أجساد المنافقين كعائشة وحفصة ومن لف لفهم. فهذه المقبرة كانت مقبرة عامة، ولم يعني لم تقتصر فقط، يعني الدفن لم يقتصر على المعصومين أو من أهل الصلاح، وإنما اشتملت على كلا يعني الطرفين أو كلا الجهتين، أهل الصلاح وأهل